أهلنا الكرام في نينوى، ندعوكم للمشاركة في اختيار الأفضل والأصلح ومن ترونه مناسبا، وإنه من الواجبات الشرعية والوطنية، فشاركوا جميعا في هذه الانتخابات واختيار من يمثل أهل نينوى. أكرر، أهلنا الكرام في نينوى، ندعوكم للمشاركة في اختيار الأفضل والأصلح ومن ترونه مناسبا، وإنه من الواجبات الشرعية والوطنية، فشاركوا جميعا في هذه الانتخابات واختيار من يمثل أهل نينوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.